على تليفون البنك الاستاذ محمد رمضان، قلت له الحمد لله، قال لي الدوله تحفظت على فلوسك. فقلت له انا وفلوسي وبيوتي ولحمه كتافي ملك بلدي وملك اهل بلدي، ايه المشكله يعني؟ قال لي انا قلت اقول لك علشان ما تحطش موقف محرج، يعني لو بتشتري بالفيزا ممكن ما تلاقيش فلوس. قلت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايده قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم. اسطوره. صباح الخير يا مصر.